هسه راح نطلع بالباص وهذا القطار شوفوا شلون طالع فوق. طبعا هسه راح نطلع بالباص وهذا الباص راح ياخذنا على منطقة اسمها سان باولي. هاي المنطقة هي عبارة عن منطقة عايشين بيها هواي عرب بهامبورغ، وراح ندورنا على مطعم نقعد ناكل بيه واصور لكم اياه. وهسه احنا منتظرين الباص لمن يجي حتى نكمل بيه الطريق. طبعا الكاميرا شوية ظلام صايرة ما ادري ليش، الجو هنا بهامبورغ مختلف، يعني جو جدا جدا مختلف. ساعة مطر، ساعة صارت حار، ساعة صار هواء كلش قوي، فما تعرف شو الموضوع. المهم انتان الباص ونشوف شنو راح يصير، فخليكم ويانا اصدقائي. اتمنى تعجبكم هذه الحلقة. طبعا هذه الحلقة هي من السلسلة مال هامبورغ، سفرتي الى هامبورغ. هذا البوص اجى راح نطلع بيه هسه بعد شويه. يلا خليكم ويانا. كذلك هذول هنا دي يشتغلون، ما ادري ايش يسوون. هذا الجسر شلون حلو هنا، جدا لطيف وحلو هنا. عندك هذا همات طبعا لازم كل شويه تطلع الاضاءه. شوف هذول الناس، هذول الفقراء مال هامبورغ اعتقد عايشين هنا.
يعني ما عندهم فلوس أو كذا، هاي فراشاتهم، هم ما هم يجون يمكن بعدين. وهذا هنا أنا عندك أبو البايسيكل، هذا هنا أنا تنطي فلوس يفرق هامبورغ كلها. احنا بالمطعم، مطعم طبعا جدا بسيط، يبيع هذا الدينار، هذا الدينار التركي، ويبيع دجاج وكذا، وقاعدين بي ونشوف شو راح يجينا، ننتظر والله يسهل. هاي عندك اسمها دينار بالالماني، يعني بيها لحم دجاج وكذا وشغلات وسلطة سلطة. يلا بالعافية. وهذا اللبن، هذا اللبن الزين. يلا بالعافية. خلصنا هذا الشاي العراقي، انا احب به شكر زيادة. شوفوا ايش بيه الشاي العراقي ولا الشاي التركي. يلا تحياتيكم. او هذا البرج مال هامبورغ، طبعا برج حلو بس المكان مو حلو، مو مثل برلين. برلين يختلف، ناس موجودة هواي هنا قاعدة ومثلا وكذا، مثل السوبر ماركتات وشي، بس هنا انا ماكو شي غير هذا البرج اسمه فرنزي توم هامبورغ، وغير هاي البنايات اللي هنا. وهاي البنايات ما اعرف شنو اللي بيها، بنايات غريبة شنو اللي بيها ما اعرف، ما اقدر افوت لها. وهذا البرج حلو، يعني هنا عندك واحد يقدر يصعد لفوق مطعم ياكل بي وينزل، بس انا ارتفاعات اخاف من عده فما قدرت اصعد للاسف. هاي يلا خليكم يعني احنا هم مضى فيديو خلصته، يعني ماكو شيء بعد تصور بهامبورغ، فبس اخلص اصور. اصدقائي طبعا السفره كانت اليوم كلش حلوه، طبعا احنا سافرنا بس يوم واحد من برلين لهامبورغ وهسه راجعين لبرلين. طبعا كانت هامبورغ حلوه وكلش يعني، بس حلوه ما بيها شيء. وطبعا المناظر اللي شفتها والشغلات الحلوه صورتها كلها، اللي لحقت عليها بس ما اقدر اصور اكثر بعد لان الوقت داهمنا، وهسه احنا راجعين برلين بالطريق. هسه راح اصور لكم شنو الطريق، واصور لكم شنو انا عندي هسه بالطريق، شو راح اكل. طبعا انا اكل حلويات هواي، ما احب اكل هواي اكل لفات وهي الشغلات لان تاذيني. وهاي ويلا تحياتي لكم، ان شاء الله تعجبكم الحلقات اللي راح انزلها او اللي نزلتها. وتحياتي لكم مصطفى مونيس. طبعا هنا مثل ما تشوفون نزلت، هنا انا عندي ملاتي الحلويات، هاي النساتل وهذا بيبسي ومي، وهنا طبعا هاي الضويات والتلفزيون. احنا هنا يعني حاجزين بالكرسي الاول بالباص اللي هو بالبداية هنا مثل ما تشوفون، وانا هنا قاعد ناس اجاريبي وقاعد حذائي. وهاي الشارع قدامي راح اصوركم اياه شوية، اطفي الضويات حتى اشوفوا هذا الشارع. احنا قاعدين هنا طبعا، هاي الباص طابقين، فاحنا قاعدين بالقدام. وتحياتي لكم، مصطفى من المانيا. مثل ما قلت لكم ان شاء الله تعجبكم كل الحلقات اللي صورتها واللي نزلتها او اللي راح انزلها. مع السلامه.